هاي حبايبي، كيفكم؟ بفيديو اليوم انا مع رفقاتي وهنن كتير متوترين صح؟ لا لا دنيا تنمروا علي بفيديو اليوم. اوكي سو الفيديو هو انتو سألتوني اسئلة او سألتوا رفقاتي فعليا اسئلة عني انا وهنن لازم يجاوبون صح؟ صح لا يلي بيرد على صدره إلو قتلي. اوكي كول. سو يلي معنا اليوم هنن عنا مينا، عبد الله، شو اسمك؟ الله شكرا. احمد، ساره، مايا ونادين. طبعا في حدا تاني رح يجي اليوم بس تاخر كالعاده اللي هو سليم، بس بعدين نحكي بعدين لما بيجي. هلا خلونا نبلش بالاسئله. اول سؤال، شو اكثر ماده صدره بتكرهها؟ بتعرفوا؟ كيمياء وفيزياء ورياضيات. كيمياء. رياضيات؟ كيمياء. المدرسه كلها مايا. كل المواد. شو اكثر شيء صدره بتعصب منه؟ نادين. نادين. نادين جد؟ احنا المفروض نتنمر على صدره علي. السؤال اللي بعده، صدره مرتبطه شيء؟ لا لا. مين اللي بده اياكي؟ السؤال اللي بعده، do you have a crush on صدره؟ حدا منكم مكرش علي؟ اكيد. It was at this moment that he knew he fucked up. لو خيروكم بين صدره و كولا فانتا، شو رح تختاروا؟ احمد كولا فانتا. اي شيء. اي شيء غير صدره بالضبط. ترى انتوا كل حياتكم ما بتطلقوا بعض، انتوا الاثنين بفيديوهاتي بتصيروا اخوه. عن جد والله هيك لاحظت. عن جد. لما صدره بتعصب شو بتعمل؟ اول شيء بتبهدل كل امه الله، بس تكون معصبه بتبكي. السؤال اللي بعده، قبل ما نتعرف شو كانت فكرتكم عليه؟ Like from what Nadine said that she'd be like a really cool person. اوكي، نادين قالت لأنه انا رح اكون شخص كتير كول. فكرتك صراحه مغروره شوي. الكل فكرني شايفه حالي، وانا فكرت نفس الشيء، انه شايفه حالك يوتيوبر يعني شغلي كبيري، بس عن جد ما هذا الشيء. عم قلك بتشي هدي. لا تلمسيني. شو اكثر صفه بتحبوها بسدره؟ بليز شغله منيحه. شو اكثر شيء بتحبيه فيه؟ بليز شغله واحده. لاقي شغله واحده بس. شغلة واحدة؟ والله كتير بحب شعرك، كتير حلو اللون. تركتي كل شيء، شخصيتي كلياتها شعري. شعرك. اوكي ثانكيو ثانكيو. شخصيتها بتسلي كتير والله. شخصيتي بتسلي. اوكي. شخصيتك وكريمة. 2000 years later. اجا سليم يلي ما حدا بيطيقه هون صح؟ ليش؟ سليم ليش متأخر؟ احكي لنا. كان عندي شغل. طابع. انا من سوريا، من حمص. حمص. هلا بدنا نكمل كونه سليم اجا. مين لسه ما جاوب؟ انا. اوكي ساره، شو اكثر شيء بتحبي فيه؟ لانه ضليتي مع نادين رغم كل شيء. سليم شو اكثر شيء بتحبه فيه؟ ولا شيء. انت احلى بابي. شو مينا عندي عقده من شيء؟ انه لما حدا يتاخر. ايه، مع انه هي بتتاخر. ما بتاخر، انت اللي بتتاخر. ولا مره ما تاخر. ولا مره ابدا. ولا مره. هو اول مره. اكثر اكله بتحبها صدره؟ اندومي. اندومي صح. شو اكثر شيء ندمت عليه صدره؟ حياتها. في حدا سائل صدره شخص منيح؟ لا لا لا. صدره حبابه. اوكي سيدرا. He just wanna seem like the good guy in the video. هل سيدرا بنت خجولة؟ Am I shy? لا. هاي بترقص بالشارع. معي. كلمة واحدة بتوصف فيها سيدرا. هامستر. واثقة من نفسها. واثقة؟ أنا بتلاقيني واثقة؟ كتير. اوكي cool. لطيفة؟ لطيفة. اوكي. شي. شي. مستفزة. صح. صح. كتير مستفزة. كم نسبة تحب كلها سيدرا؟ صفر. 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 برسنتج يو مفتوح. انت ليش كثير متاخر؟ ما بعرف. انا شوي اللي طالع معك. شو اكثر شيء بتكرهوه بسدره؟ بالدور. مايا؟ ولا شيء. لا كمان. والله ولا شيء. ما بتكرهي ولا شيء؟ سليم سليم خليه يعدد. ولا شيء. كذب كذب كذاب. كل مرة سليم وسدره بيجتمعوا بتلاقي انه سليم بس عم يتنمر عليها، فانه كيف ما بتكره؟ أوكي. عصبية. أحمد صح. عصبية. لما بتعصبي بتكون شخص تاني. صح. لما بتعصبي بتخوفي كتير. أوكي. لما بتفصلي بوجهي لما تكوني معصبة. هاي حبايبي. أوكي رجعنا بعد ما بهدلتن. هل صدرة صبورة؟ لا. نو. أبداً. لا. أبداً؟ شو هي الأشياء المميزة بصدرة؟ شخصيتك كتير بتسلي. أوكي شخصيتي بتسلي. شعرك. أوكي سليم. صدرة كلها مميزة.
الله يا او ماي جاد والله كذاب صار بتفرح الناس وقت يكونوا زعلانين اكثر شيء بنرفز صدره خلونا نمشي بالدور اوكي احمد بلش لما الواحد يتاخر اوكي لما الشيء ما بيروح مثل ما بده لما الشيء ما بيروح مثل ما بدي اوكي سليم سليم صح اوكي في سؤال مين اكثر حدا ما بطيئه من هاي الشله سليم 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 رح ساوي يوتيوب فورتنايت يوتيوب قناة شو بتتوقعوا اكتر شغلة انا بحبها بحالي غير شعري بليز سنانك لا سليم سيدرو لا يا حمار شو اكتر شيء انا بحبه بحالي انت بتحب بحالك something I like about myself hey yourself something about her give me one thing like you think yeah she likes that about herself your whole self انك صريحة بحب اني صريحة انك رفيقة منيحة شخصيتك صح قناة اليوتيوب شو انطباعكم عني شو انطباعك tell me about صدرة what do you say energetic energetic اوكي عندي طاقة سرطان برجي سرطان نادين انك مستفزة دايما تبسط حواليك علي صوتك دايما تبسط حواليك you write my essays اوكي لما تعصب بتخوف هذا انطباعك عني شو اكثر اغنيه انا بحبها مايا اني بيلي ايليش سون اوكي صح اي اغنيه لبيلي ايليش نو يور فيفرت سون وات از ات اتس سو جيبرت يس شو الشيء اللي بخلي صدره تخجل ولا شيء سيدي ما بتخجل حدا بيعرف شو لوني المفضل الموف اخضر اخضر بنفسجي بنفسجي وازرق شو أكتر فصل أنا بحبه يعني صيف شتاء صيف 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 أنت بتحس السدرة رح تتجوز 28 بالأربعينات بالأربعينات سارة 31 25 بتغاروا مني لأني مشهورة لا لا إيه أنا كتير doesn't mean I'm ashamed لا إنه are you jealous هاي صدرة بتجامل أو صريحة؟ صريحة 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 كتير أوفر صريحة هيك شو أكتر شي بزعلني؟ سليم سليم في واحد كان معي صف أول بالمدرسة كاتب لكم بالبلغاري صدرة كفوزنا تشافز التب شو يعني؟ شو صدرة meaning to you؟ I don't think that's the way to say it but okay شو قال؟ شو بتعني لك صدرة؟ شو بتعني لك صدرة؟ كل شي ولا شي ولا شيء حياة كفالك كفالك عندكم بس فيلم صدرة بدها تغير لون شعري شو بتتوقعوا أنا بدي أغير لوني لون شعري شو أنا بني نادين أخضر بني بنفسجي حس أسود على فكرة أخضر أخضر عنجد؟ Yes I don't know how you know في سؤال بيقول هل صدرة بتتنمر عليكم؟ إيه أنا دبولي أنا دبولي شو الشيء اللي انا ما بقدر اتخلى عنه اندومي اندومي غير الاندومي وغير نادين غير نادين غير نادين شو نقطه ضعف صدرة سليم او ماي جاد ذا بيج ايجو ذا بيج ايجو الثقه اخي اسمع 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 محمود سائل سؤال اوكي شو اكثر شيء بتكرهيه بشخصيه حدا انه انا شو اكثر شيء انا بكره بشخصيه حدا بلشي من نادين بعدين اوكي كثير بتكرهي الكذب اوكي وانه شخص ما يدافع عنك لما بيكون هو كثير قريب اذا انا اتخانقت مع حدا وانت رفيقتي بدك توقفي معي بدك تدافع عني ولا انت فيك الا اذا انا كنت غلطانه هذا شيء ثاني بس اذا انا ماني غلطانه هنا الكذب الكذب انانيه بكره الانانيه احمد كذب والكذب سليم حدا يكون كلاون هيك كذب واو عربيتنا سقفة لمايا اذا حبايبي هاد كان فيديو اليوم مع رفقاتي اللي على الاغلب اخر مره بنطلعهم معنا على القناه لانه ما عرفوا يصوروا طبعا اتوقع بتعرفوا انه هذا اول مره بيطلعوا فلو حابين انه يطلعوا معي بفيديوهات ثانيه اكتبوا لي تحت بالكومنتات احكوا لي مين اكثر حدا حبيته منهم سليم اكيد انا سليم والله ليش سليم سليم اوكي المهم فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا له لايك اشتركوا بالقناه واكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اسمي رح تكون على الشاشه ما بعرف وين بدي احطها في كثير وجوه المهم المفروض تكون هون بشي مكان وبس بحبكم كثير كثير كثير